هل أصبح العالم كله متآمراً؟ سؤال يطرح نفسه وتطرحه أزمة كورونا منذ أن أطلت برأسها على مدينة ووهان الصينية حتى الآن. فنظرية المؤامرة طالت الداء والدواء وجعلت بعضنا يغفل عن تقدير الجهود المبذولة داخل معامل الأبحاث واحترامها. فبينما كان العالم كله في انتظار لقاح يبعث بارقة أمل من جديد ويفلت العالم من عزلته، ويعيد الحياة إلى طبيعتها التي كانت، كان العلماء في معامل الأبحاث في سباق مع الزمن من أجل وقف الأرقام المتزايدة في الإصابات والوفيات، سواء بين المختصين أو البسطاء، منحصراً بين ثلاثية التفاؤل باللقاح والتشكيك فيه والطعن في العملية برمتها. وبين ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الذين أعلنوا نيتهم تلقي اللقاح أمام الجماهير، وبين رئيس البرازيل الذي أكد أنه لن يتلقى اللقاح مهما كان، وقد كان ضمن تعداد المصابين، تاه الناس وتاهت الحقيقة وسط تعدد مصادر المعلومات الواردة، ووسط جملة من الاتهامات باستغلال الجائحة سياسياً وتجارياً. أمر محير يدعو إلى الربكة، لكنه يبعث بسؤال لم يقله العلماء من داخل معاملهم: متى يصمت الجميع قليلاً ويدعون الأمر لأهله من أجل مصلحة البشرية بكاملها؟ ارحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. وطبعا بعد ما شفنا هذا التقرير نتساءل أو نطرح السؤال اللي بيتردد على كل الألسنة تقريبا: إذا كان عام 2020 هو عام ظهور وتفشي فيروس كورونا، فهل سيكون عام 2021 هو عام اللقاحات التي ستنجي العالم من كورونا؟ خلونا نطرح هذا السؤال بكثير من التفصيل طبعا على ضيوفي الكرام من اليمين لليسار: دكتور إسلام معنان، أستاذ الاقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أهلا بحضرتك دكتور إسلام. دكتور محمد عز العرب، أستاذ البطنة والكبد والأمراض المعدية بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أهلا بحضرتك دكتور محمد. والكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، أهلا بك يا أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. طيب ما أنا يعني باعتبار الصحافة والإعلام يعني قريبين من بعض، وأنا يعني خليني أبقى متحيز كده علشان يعني نصير شهية الدكاترة إنهم يعلقوا على كلامك. شايف إزاي سباق الشركات للوصول إلى لقاحات الكورونا؟ هو طبعا يعني كورونا عامل زي الموت كده، يعني كل الناس هو موجود بس في ناس كتيرة بتتجاهله يعني. والحقيقة إنه الكلام على فكرة السباقات والشركات ده بدأ مبكرا، يمكن كان فيه الصين بدأت أبحاث مبكرا، روسيا أعلنت خلال أسبوعين ثلاثة في ثلاث أربع شركات، بالرغم من أنه يعني نفس الخبراء دكتور فاوتشي مثلا كان بيتكلم على أنه في مارس بيقول إحنا مش عايزين نستعجل لأنه الاستعجال ده ممكن يبقى فيه أعراض جانبية. كمان الإعلانات على أنه هو هيبقى موسمي فهيستمر، لأنه الشركات الحقيقة هي بتفكر في الدواء وفي الانتاج وفي غيره، لكن في النهاية أرباحها رقم واحد. ويمكن بعض الشركات ما اشتغلتش أبحاث إلا ما خدت فلوس من الحكومات ومن تحالفات مختلفة، على اعتبار إنه خوفا من إنه الفيروس يبقى زي انفلونزا الطيور والخنازير ويختفي، وسارس فيختفي فيخسروا الأبحاث. فهو بيفكر قبل ما يعمل الأبحاث إنه إلى أي مدى الزبون ده أنا هلاقيه فيه وأنا أبعت فيه. جانب الجزء العالمي العلمي طبعا العلماء ما لهمش دعوة بده، بس في النهاية العلماء ما هم بفكروا في الذرة
في تفجير الذرة، واستفاد منها السياسيين اللي فجروا القنابل في ناجازاكي وهيروشيما. فالفكرة هنا دائما ما العلم يمكن هو اللي بيبقى مظلوم، هم اللي بيبحثوا بيتوصلوا في النهاية نتائج عملهم دي بتتاخد. ففكرة التنافس واردة، السياسة موجودة طول الوقت. روسيا أول ما طلعت اللقاح بتاعها سبوتنيك الغرب متجاهل، وبدأت من ألمانيا وبريطانيا وغيره قالوا لا ده شكوك. وزير الصحة رد وقال لهم دي غيرة وتنافس. الصين النهاردة في بعض الدول بتشتغل، الشركات اللي طلعت بتشكك فيه الصيني بالرغم من انه دول كتيرة جربته. الامر كله كل اللقاحات الكلام عليها انها تعمل هتقلل الاعراض الخطيرة، ربما لن نستغني عن الكمامة او التباعد خلال 2021. طيب. مع انه المنظمات الدولية مفيش حاجة فيهم اقرت بشكل نهائي هذا اللقاح. دكتور اسلام برضو يعني نفس السؤال، يعني كم في المية سياسة وكم في المية علم في السباق نحو اللقاح؟ يعني دي نقطة كويسة جدا، وخلينا أكمل على اللي قاله أستاذ أكرم. الفكرة هي كذا محور، يعني هو في طبعا محور العلمي البحث. احنا حاليا مثلا عندنا 180 لقاح محتمل جوه جدول منظمة الصحة العالمية، ده رقم ضخم جدا ما حصلش في أي مرض قبل كده. منهم طبعا 47 دخل في التجارب على البشر و13 دلوقتي في مرحلة النهاية. الاختلاف ما بين الشركات وعدد اللقاحات أنا شايفه في مصلحتنا، لأن الفيروس ما نعرفش حجم تحوره هيبقى عامل إزاي. اختلاف التكنولوجيا ما بين اللقاحات يخليها تشتغل على الغشاء البروتيني، هتشتغل على الجين، لو حصل تحور بس في الغشاء البروتيني يبقى أنا استفدت من اللقاحات اللي بتشتغل مثلا بالناقل الجيني المسنجر آر إن إيه وهكذا. فيها شق طبعا اقتصادي، لأن الشركات كلها اللي بتهدف لإنتاج اللقاحات هي شركات خاصة فالأغلب، والشركات الخاصة حقها أن هي بتهدف للربح، وده برضو فيه عيب مننا أن احنا سيبنا كل البحث والتطوير للشركات. الحكومات ما بتصرفش على البحث والتطوير، أكتر دولة بتصرف هي أمريكا 50% فقط من البحث والتطوير والباقي شركات خاصة. أوروبا طبعا تقريبا 90% شركات خاصة 10% حكومات. شرق الأوسط صفر للحكومات 100% الشركات الخاصة. الجزء السياسي هو ده اللي هيبقى بيلعب دور كبير جدا في الفترة القادمة، خصوصا في فكرة احتكار اللقاحات أو توزيعها، لأن الدول الغنية مصممة على لقاح ل70% من مواطنيها. 70% لو اتكلمنا أمريكا روسيا الصين مثلا، أوروبا 2 مليار بني آدم هيحتاجوا تقريبا 3 مليار جرعة، مش هيتفضل أي جرعات للعالم متوسط الاقتصاد ومنخفض الاقتصاد. بمناسبة حديث الوزراء والمسؤولين في العالم، يعني النهاردة من شوية وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بيقول أنه هذه الجائحة فيروس كورونا لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل لكل من هو على ظهر الأرض. يعني ده وزير الصحة الروسي من شوية، وأنه نهاية هذه الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعي لسكان العالم بأسره. فأخذ رأي دكتور محمد فيه. هو طبعا احنا بداية بنقول أن عالم ما قبل كورونا مختلف يعني تفصيلا وإجمالا عن ما بعد كورونا، وده اللي هنحسينه جميعا. يعني احنا إذا كنا بنقول البشرية حاليا تعدت 7 مليار و 800 مليون نسمة، وحاطين في الاعتبار زي ما الأستاذ أكرم أنه ممكن يكون موسمية، يعني ممكن نحتاج يا إما كل 6 شهور أو كل سنة. لسه الكلام ده علميا ما نعرفش الديورابيليتي وأنه هيقعد قد إيه الفعالية بتاعته. أن معظم اللقاحات حاليا هي جرعتين، فتخيل حضرتك أن احنا الكم الرهيب اللي احنا محتاجينه. عشان كده الـ WHO عملت اللي هي آلية كوفاكس، وطبعا مع التحالف اللي هو الخاص باللقاحات على اساس ضمان التوزيع ل 156 دولة، خاصة 92 دولة اللي هي الاكثر بنسميها خلينا تعبير النامية. فعدالة التوزيع بين الدول العالم دي نقطة انسانية وهمة جدا، وده التاسك الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية. طبعا زي ما قال فعلا الدكتور اسلام، هو موضوع فعلا في تغيير بين السياسات وبين نظام الأطعمة وبالنسبة للتركيبة نفسها وطريقة فعلها، ويمكن ده لصالح فعلا الشعوب، لأن احنا دلوقتي مع الاستخدام في حاجة أستاذ عمرو اسمها الريال لايف. يعني أنا في تجارب الكلينيكية ممكن أطلع بنتائج معينة
في استخدام الحقيقي على النطاق الواسع ممكن اطلع بنتائج مختلفه. اختلاف النظم الفاكسينز كلها فده ممكن يكون لصالح ان احنا نركز اكتر. ولو عرفنا ان من 3 ايام تقريبا ان سبوتنيك عملت اتفاقيه مع استرازينيكا واوكسفورد ان يتجمعوا في تجارب مشتركه للاستفاده من اللقاحين، فهنا هي مساله التكامل. زي في كومبيتيشن عالي جدا بين الشركات، لكن انا فاعتقد ان هيحصل في تطور تقني، والموضوع مش الكام التجارب الكلينيكيه شغاله دلوقتي، لا موضوع متسع، لان غالبا ان الكوفيد 19 سيستمر وضع يعني وقت اطول شويه، يحتاج تكتيكات اكتر ويمكن استراتيجيات اكتر من احنا حاسينها دلوقتي. وانا يمكن قبل الهوا كنت بقول لحضراتكم انه مثلا وزير الصحه البريطاني بيقول النهارده او بيعلن النهارده اكتشاف سلاله جديده من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاوره، تسبب بارتفاع حاد في حالات الاصابه بالفيروس القاتل، وانه في مرحلة الثالثة من الإغلاقات هتدخلها بريطانيا الفترة اللي جاية، هي أقصى درجات الإغلاق. ويعني لما نحن بنسمع كلمة اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس بنترعب أكتر من نحن مرعوبين. يعني موضوع السلالات الجديدة قبل ما أروح للأستاذ أكرم. تمام، هو يعني سريعا الفيروس خلق ليتحور، يعني الفيروسات كلها بتتحور بتتحور باستمرار. فيروس كورونا من ساعة ما ظهر حتى الآن تحور كثيرا جدا، بس هل تحور لدرجة أن الخصائص الأساسية بتاعته تتغير ولا لأ؟ ده اللي قيد الدراسة، يعني الدراسات المنشورة في التحور والسترينز الكثيرة الموجودة هي سترينز بتختلف أوقات في دراسات إكلينيكية في أعراض، لكن ما فيش دراسة أثبتت أن الخصائص الأساسية لشكل الفيروس اتغيرت. نأمل ان ده برضو يظل نفس الشيء، ان ده سترين جديدة او فصيلة جديدة بس ما غيرتش في شكل اللقاح، لان وبالتالي اللقاح نفسه هيتم استخدامه بالظبط كده على طول. واختلاف التكنولوجيا برضو يخلينا لحد ما مرتاحين ان لو ما نفعش تكنولوجيا معينة للقاح هينفع تكنولوجيا تانية، خصوصا ان احنا عندنا 5 اختلافات في التكنولوجيا في تصنيع اللقاحات حاليا يعني. فان شاء الله ما يبقاش خبر سيء وان شاء الله يعدي زي اللي قبليه ان شاء الله. استاذ اكرم، يعني وكانه العالم ايضا فيما يتعلق باللقاحات محكوم بنظريه المؤامره، يعني لما حضرتك اشرت الى موضوع اللقاح الروسي، اللقاح الصيني استرازينيكا فايزر، وحتى يعني بدا الناس يعملوا كوميكس على مسألة درجة الفاعلية، يعني أنا فاعلية اللقاح ده 80%، لا أنا 82، لا أنا 90، مزاد. يعني بدأت وكأنها نعم وغيروا يعني فايزر من 90 95 بعد 90 خليت 95 بالضبط. يعني هل بالفعل يعني ده بيدي مؤشرات كده إنه لا يعني يجب أن نتمهل قبل أخذ اللقاح؟ هو الحقيقة الكلام على نظريات المؤامرة الحقيقة مش مجرد اختراعات لشعوب أو ناس على السوشيال ميديا، لكن هو كلام علمي يعني منطلق من علماء، ويمكن في 2 علماء من علماء الذكاء الاصطناعي، أظن واحد اسمه جانش واحد اسمه هوب، نشروا ورقة في سبتمبر اللي فات في مجلة البيانات، قالوا إنه ده أول وباء معلوماتي. قالوا انه يا جماعه من مارس لاغسطس في 8000 ورقه علميه بين كيمياء وبيولوجي وطب، وان هذه الاوراق فيها ثروه لكن فيها تناقضات كثيره وفيها يعني تناقض، يعني بعض العلماء الفرنسيين قالوا ده مصطنع احنا فاكرين ده كويس، ثم علماء ايضا فرنسيين قالوا لا مش مصطنع، قال ده مصطنع عشان في يعني جزء من الحمض الريبوزي موجود في الفيروس. فقالوا وانت لو لقيت كلمه في كتاب معناها ان الكتاب منقول، يعني حتى علماء. ففكرة ان وباء معلوماتي قالوا ان احنا محتاجين نصنف الابحاث دي ونستبعد منها اللي هو متناقض، او نصنفها بالشكل اللي يقدر العلماء في عبر العالم يستفيدوا منه. ففكرة نظرية المؤامرة حتى في ناس برغم انه موجود والفيروس وفي ناس بتموت بيقولوا لا 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 ده مصطنع، لا ده موجود. يعني الفكرة انه امريكا مثلا ترامب فضل فترة طويلة جدا يتهم الصين بانها اولا تقاعست عنها تعلن للعالم، بعض الناس يقولوا لا ده الصين اللي عاملاه، الصين قالت ان الامريكان اللي عاملينه عشان يضروا بيه الصين. يعني نظريات المؤامره الحقيقه احنا كنا بنتخيل ان احنا بس المولعين بيها في الشرق الاوسط يعني، بس الحقيقه انه اتضح انه العالم كله، يمكن
التفاصيل كثيرة وعلمية، وفي بعض العلماء يعني خبراء إيطاليين قالوا لا ده اللقاح ده معمول عشان يموت نص البشر، واتهموا بيل جيتس بأنه داخل في اللقاحات عشان يموت عدد. في المقابل ده في ناس في أفريقيا وبعض الدول الفقيرة افتقدت للقاحات العادية بتاعت الأوبئة العادية وفقدوا حياتهم فعلا. الإنفلونزا العادية اللي كانت بتموت 600,000 أو 800,000، في تساؤلات فعلا. احنا بنشوف موت وبنشوف اصابات وبنشوف ده، وده كله كلام الحقيقه العلماء اللي بيقولوه. يعني فكره انه منتج، وانه زي ما انت بتقول الشركات بتنتج، طب ليه في اسبوعين ثلاثه الناس كلها طلعت كل التوقعات انه على الاقل منتصف العام 21 على الاقل على ما يبداوا يصلوا الى النتائج زي ما حضرتك قلت. روسيا ما اعلنت، الاوروبيين ادوها ظهرهم، النهارده بيتعاونوا معاها. الصين قعدوا برضو قالوا شككوا، ونفس فايزر نفس الحكايه. فالفكره هنا فيها جزء طبعا تنافس تجاري، والربح مش عيب طبعا، لكن هو الحقيقه انه العلم يتحول الى مطيه لطالب الارباح، هو ده اللي بيعمل المنافسه، وربما حتى يحجب بعض الادويه او بعض العلاجات. طيب. لصالح يعني تفاصيل اخرى. طيب احنا يعني اتكلمنا اشرنا الى الصين اكتر من مره، بس قبل ما اروح للصين، النهارده طبعا في نيويورك اول جرعه تطعيم من لقاح فايزر، يعني اخذته احدى العاملات بدور الرعايه الصحيه، ممرضه في وحده الرعايه المركزه. يعني الولايات المتحده بدات رسميا تطعيم مواطنيها. طبعا الاحاديث او الاسئله وجهت للرئيس ترامب، طب امتى انت نفسك هتاخد هذا اللقاح؟ ترامب قال انه سيتلقى اللقاح في وقت مناسب، شكله كده عايز يعرف يعني اللقاح هيعمل ايه في الناس وبعدين هو ايه يتلقاه. وبعدين احنا يعني اتكلمنا انه يعني بعض المسؤولين في دول مختلفة قالوا انه اللقاح الفيروس لن ينتهي الا بعد ان يتم تلقيح كل سكان الارض. طيب كلام كتير عن الصين واللقاح الصيني اللي احنا تسلمنا اول شحنة منه من يومين. خلوني اروح لبكين مع الاعلامي الصيني نادر رونغ هوان. استاذ نادر مساء الخير ولا صباح الخير عندك؟ صباح الخير. صباح الخير. طبعا يعني اللقاح الصيني هو اكثر، يعني هناك اكثر من لقاح في الصين، ولكن هناك شحنه وصلتنا في مصر من يومين تقريبا في الامارات العربيه المتحده في اكثر من دوله. انت كاعلامي كيف تتابع ردود الفعل عن اللقاح الصيني؟ نعم، هنا في الصين نحن أيضا نتابع التطورات للقاح الصيني في الصين، فمن المتوقع أن يدخل في داخل الصين يعني بشكل واسع خلال هذا الشهر. طب معلش احنا هنعاود الاتصال بيك مره تانية يا استاذ نادر، لانه الصوت يعني جاي لنا بشكل متقطع. يعني مدام احنا بنتكلم عن الصين دكتور اسلام، يعني هناك يعني تشكيك كبير من قبل يعني جهات ومنظمات وحتى حكومات في اللقاح الصيني. الرئيس ترامب طبعا يعني اعتقد انه من رابع المستحيلات انه يتلقى اللقاح الصيني، لانه كان مسمي كورونا ده الفيروس الصيني يعني في البدايه. الضجه المثاره حوالين اللقاح الصيني شايفها ازاي؟ هو خلينا نبص عليها من اكتر من جهه. يعني لو بصينا من جهه التكنولوجيا نفسها، هو الصين عموما لو بصينا في الورق العلمي 50% من الابحاث العلميه بتطلع من الصين، فالصين متقدمه جدا علميا. ال 13 لقاح اللي موجودين في المرحلة الثالثة في تجارب على البشر منهم أربعة فقط من الصين. فالصين في فكرة تكنولوجيا الصنع اللقاحات متقدمة. احنا طبعا اللقاح اللي جانا من سينوفارم هو باي ذا واي بالتعاون مع ووهان انستيتيوت. ووهان دي اللي هي المدينة اللي ظهر فيها بالظبط، فبرضه ابتدى يتحط تاني علامات استفهام من الانتي فاكسرز اللي هم الجماعات المعادية للقاحات عموما.
هو معظم الاشاعات والاقاويل اللي بتطلع بتطلع غالبا من جماعات الانتي فاكسرز او اللي هم معادين للقاحات او سياسيا زي ما تفضل استاذ اكرم. فهي دي فكره قديمه، الناس بتشكك في اللقاحات من قديم الازل. احنا لو افتكرنا حتى ايام شار الاطفال كان بيجيبوا إلفيس بريسلي يطلع ياخد اللقاح قدام التلفزيون عشان الناس تبتدي تاخد اللقاح. لكن عموما كل الدراسات والفرضيات اللي قالوها الانتي فاكسرز حتى الان لم تثبت. ما فيش دراسه علميه واحده ان اللقاح مربوط بمشاكل ذهنيه في المستقبل. لكن عموما انا شايف ان فكره التشكيك في اللقاحات حاليا هو خطر، لان احنا المفروض في فئات لازم تاخد لقاح حالا. الفئات الاكثر تعرضا للحمل الفيروس ده الدكاتره الاكثر خطوره زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. النفع بتاع اللقاح هيبقى اكتر بكتير حتى لو كان في اثار جانبيه ما نعرفهاش، لان الناس دي لو جالها كوفيد لا قدر الله ممكن تخش عنايه مركزه، لا قدر الله يبقى في وفيات. فبالتالي مصلحه الشعب ومصلحه الشعوب عموما هو في وجود لقاح. حاجه اخيره، التكنولوجيا للقاح الصيني هي التكنولوجيا الكلاسيكيه، اقدم تكنولوجيا في تصنيع لقاحات اللي هو الفيروس الميت الواهن بالظبط الاتينويتد. فالفيروس والتكنولوجيا دي سهله بسيطه وامنه، لان الفيروس كده كده ميت انكتيفيتد والامان بتاعها عالي، هو فعاليتها بتبقى اقل من التكنولوجيا الجديده. فهي 86 حسب البريس ريليز، التكنولوجيا الجديده اكتر من 90. كده كده منظمه الصحه العالميه قالت اي حاجه فوق 80 هي صالحه. احنا بس واعتقد برضو اللقاح الروسي نفس الكلاسيكي. بس اللقاح الروسي ادينو فيروس فيكتور ده هو زي استرازينيكا اوكسفورد، هما الاثنين بيجيبوا فيروس تاني مختلف اللي هو بتاع الانفلونزا بيخدعوا بيه بالظبط، يحطوا جواه الماده الجينيه لسارس كوفي 2 ويبتدوا يحقنوا للجسم. غير طبعا موديرنا وفايزر باينتك ده ماسنجر ار ان اي ده جيني ناقل جيني بالظبط. طيب احنا كنا بنتكلم عن الصين واللقاح الصيني، والاخبار جايه لي دلوقتي بتقول انه الدفعه الثانيه من لقاح كورونا الصيني اللي بتنتجه شركه سينوفارما الصينيه هيوصل غدا الى مصر الدفعه الثانيه بكره الثلاث، بتضم 50,000 جرعه جديده ليصبح بوصول الدفعة الثانية يعني عند وزارة الصحة رصيد من اللقاحات أو من الجرعات 100,000 جرعة بتكفي 50,000 شخص، لأنه يعني التطعيم بيكون على مرحلتين بينهم 21 يوم. رجع لي الأستاذ نادر رونغ هوان من بكين، وإحنا كنا بنتساءل أستاذ نادر عن يعني أنتم في الصين كيف تتفاعلون مع الانتقادات الموجهة للقاح الصيني؟ لا، لأن نحن هناك استخدام العاجل للقاحات الصينية يعني منذ فترة يعني ليس قصيرا، فهناك تم أخذ قرابة 1,000,000 شخص اللقاح الصيني في الفترة الأخيرة، وليس هناك يعني آثار الجانبية الخطيرة كما في الانتقاد كما ينتقدون بعض الناس. وكذلك تم إثبات فاعلية هذا اللقاح الصيني يعني خلال التجارب، فمثلا هناك 66,000 شخص تم التلقيح وبعد ذلك سافروا إلى خارج الصين، ويعني بعضهم في المنطقة الشديدة للانتشار للفيروس ولم يصاب أي أحد من هؤلاء الناس بالفيروس رغم أنهم في نفس المكتب أو مركز مع المصابين. طيب يعني هل يعني قام المسؤولون الصينيون القادة الصينيون الرئيس الصيني وزراء كبار بأخذ التلقيح أمام عدسات الكاميرا كما يفعل البعض الآن؟ يعني هل تم ذلك؟ لا، يعني تدعم بشكل واسع في الصين يعني من المتوقع أن يدخل إلى اللقاح الصيني إلى السوق
في داخل الصين خلال هذا الشهر، ولكن رسميا لم يبدأ بعد. طيب، مسألة التلقيح، إعطاء اللقاح لعموم الشعب الصيني، يعني أنتم بسم الله ما شاء الله عدد كبير جدا، يعني فوق المليار نسمة، هل هناك ضمانات في وقت معين أو في وقت محدد ستتم هذه العملية، أي سيأخذ اللقاح كل أفراد الشعب الصيني؟ حسب معلومات في عندي الآن لم تبدأ هذه العملية بعد. كما قلت، من المتوقع أن تبدأ العملية يعني لعمد الناس يمكن الحشد والتدعيم خلال هذا الشهر، وكذلك لأن ولكن كما يقول بعض المسؤولون هنا، فالعام المقبل سيكون القدرة على الإنتاج السنوي سيصل إلى 1 مليار ترعة، فأعتقد هناك يعني الكمية كافية لتغطي جميع السكان. أخيرا أستاذ نادر، أنت شخصيا تأخذ اللقاح ولا لا؟ كما قلت لم ابدا بعد، لان في المرحله الحاليه هناك فقط استخدام العاجل في الصين للذين ايوه، لكن يعني هذه المرحله ستنتهي بعد فتره، يعني بعد ان تنتهي هذه المرحله. نعم طبعا، انا ساخذ، انما تبدا عمليه التدعيم بشكل واسع. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ نادر رونغ هوان، الاعلامي الصيني من بكين. دكتور محمد، يعني واحنا بنتكلم عن اللقاحات، السؤال اللي كان بيتردد ايضا فيما يتعلق حتى باللقاح الصيني، الاسترازينيكا، الروسي، كل اللقاحات، يعني هي تم التوصل اليها على عجل، يعني بشكل يعني سريع جدا، وهو ما لم يكن في اللقاحات بتاعه الاوبئه القديمه يعني او الماضيه. السؤال ده بيتردد، يعني حضرتك شايف ايه الإجابة المثالية عليه؟ الإجابة المثالية، احنا زي ما حضرتك تفضلت، في الامور العادية والتطعيمات العادية واللقاحات العادية بنقول الرينج من بداية البري كلينيكال او ما قبل البشر على التجارب الكلينيكية الثلاثة على الانسان، بتاخد من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ده في الامور العادية. لكن احنا قدام يعني جائحة كبرى ونسبة الإصابات والوفيات كبيرة جدا، أثرت على غير على حياة البشر، أثرت على الاقتصاديات. فإذا الموضوع فعلا أصبح الهم الأكبر والمشكلة الصحية الكبيرة والمشكلة الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم، ومن هنا تم إعطاء معايير معينة وستاندرد معين بحيث لا تؤثر على مصداقية الأبحاث الكلينيكية. يا حضرتك في قواعد صارمه لا يمكن التنازل عليها. انا عايز ادي مثال، ان صحيح كان 5 سنين 10 سنين، احنا دلوقتي بنتكلم في مساله شهور، 5 6 شهور بيتم المراحل. لكن في يعني لما اشوف الاف دي اي مديه شرط اساسي الى جانب الفعاليه هي درجه المامونيه 2 شهر على الاقل للاستخدام الطارئ اللي هو امرجنسي يوز اوثرايزيشن. فإذا دي المأمونية، يعني مش حكاية إن احنا مستعجلين ونجرب على البشر، لا، دي مسألة إيسكس وأخلاقيات لابد أن يتم النظر ليها دايما يعني. فإذا الموضوع فعلا رغم إن هو قصر المدة، لكن إلى حد كبير بيبقى فيه قواعد صارمة بتطبق وبيبقى فيه مراجعات. يعني أنا عشان أجي أقول هاخد موافقة الـ FDA لازم فيه إجراءات معينة قبليها، وفي مراجعة بيسموه خبراء معينة في الادفيزور بورد بيشوف الاول الوضع ايه قبل ما يطلع الابروفال النهائي. احنا منظمه الصحه العالميه نتيجه وجود الوباء صرحت بالاستخدام الطارئ للدول بشرط معين، ان اللجان العلميه في هذه الدول بتنظر الى كل لقاح على حده ومدى درجه المأمونيه
ودرجة الفعالية، ومن ثم بتعطي لهذه الدول الحق في الاستخدام الطارئ، وده اللي احنا عملناه. يعني لما اجي اشوف ان الامارات من شهر سبتمبر واخده الابروفال ومتسجل، البحرين كذلك، احنا كذلك، في دول اخرى في العالم، فان الموضوع يعني الموضوع مش اختيار. تاني حاجه انا عايز اقولها يا استاذ عمرو، ان موضوع الابروفال مش راي فرد واحد او راي بوليتيكال، هي لجان علميه مختصه بتقعد مع بعض. احنا على سبيل المثال كمصر كان في اللجنه العلميه اللي هي بالنسبه لمكافحه الكورونا مع هيئه الدواء مع بعض اللجان المختصه الاخرى، ومن ثم تم بحث الموضوع من كافه الاوجه. تمام. طيب خلوني اروح قبل ما اروح للاستاذ اكرم اشوف انفوجرافيك او فيديو جرافيك على ما اعتقد. كورونا في عيون الرؤساء، نشوف مع بعض. طيب طبعا يعني رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية سواء الرئيس الحالي ترامب الرؤساء السابقين كلهم يعني بيقولوا أنه هياخدوا اللقاح أمام الناس لحس الأمريكيين على يعني تناول هذا اللقاح. الرئيس البرازيلي بيقول لن أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا. صزاك إيه رأيك؟ هو طبعا دكتور اسلام اشار لفكره الانتي فاكسينز، يعني في مظاهرات طلعت وفي عدد كبير وفي استطلاعات راي في فرنسا تقريبا وفيديوهات كمان 60% اساتذه وبروفيسورات 60% ودي طبيعه بشريه يعني 60% تقريبا مش هياخدوا لما يشوفوا النتائج. وفكره الرؤساء طبعا دي كلها تصريحات سياسيه لحد ما نشوف. يعني مع ملاحظه ان بعض الرؤساء اللي اتكلموا ده اصلا يعني موتوا ناس كتير اكتر من كورونا، يعني هم بيعدوا سياسيين احيانا بيعدوا اخطر من الفيروس. لكن هو هيبان سياسيا هيقدروا ياخدوا ده فعلا قدام الكاميرات ولا لا، وده مهم لانه فكره التشكيك في اللقاحات. طبعا الدكتور محمد اشار لفكره الطارئ ان هو حرب، فاحنا تنازلنا عن بعض القواعد ولكن مش هنقدر نتنازل عن قواعد رئيسية. لكن ده بينقلنا لفكرة علماء الفيروسات وعلماء الطب حذروا منذ تقريبا 10 سنوات من ظهور الفيروسات بتاعت انفلونزا الطيور والخنازير وسارس، إلى أنه الدول محتاجة تصرف أكتر على أبحاث الفيروسات. يعني هلاقوا الرؤساء لو كانوا استجابوا وقتها وأنفقوا على أبحاث الفيروسات أظن أن العالم كان يصبح أكثر آمن. صحيح، والعديد من العلماء قالوا نفس رأيك. قالوا أنه إحنا أبحاث الفيروسات الحقيقة شركات دواء كتير ومؤسسات طبية كتير بتنفق على التجميل والأشياء يعني الأدوية اللي هي طويلة المدى والأمراض المزمنة، وهم نفسهم طول الوقت أن الناس تفضل تاخد أدوية الأمراض المزمنة. يعني كان في آراء لبعض الدكاترة يم فيروس سي في التسعينيات، كان بعض الدكاترة الكبار في برة قالوا أنه بعض الشركات ممكن يكون عندها أدوية لكن عاوزة تخلص الأدوية القديمة عشان تستمر في ده. ففكرة طبعا السياسة موجودة والمؤامرة، يعني فكرة نظريات المؤامرة موجودة، ولكن العلم في النهاية يعني زي ما احنا قلنا من الأول انه العلماء ما عندهمش مصالح شخصية وغالبا بيحاولوا يقولوا رأي مبني على نظريات وعلى دراساتهم وعلى ده جزء الثقة. المشكلة بقى انه السياسيين والتجار بيحولوا هذه العلم الى قنابل نووية او الى تجارة، فهي دي الفكرة الرئيسية. لكن بشكل عام احنا مدينين للعلم لانه معظم اللقاحات الموجودة اللي هي شلل الاطفال الجدري كل ده طبعا كان نتيجة لكن كان بياخد وقته، بس كمان العالم ما كانش مستعجل والعالم ما كانش في عصر معلومات. احنا مطلعين على كل حاجة لدرجة انه زي ما بيقولوا بتوع الذكاء الاصطناعي في وباء معلوماتي اخطر من كورونا.
يعني الكلام متضارب والتصريحات متضاربه وعدد اللقاحات ده اظن انه عمره ما حصل انه فيه هذا الرقم من الابحاث. فاحنا صحيح. يعني نامل انه طيب. يتوصلوا لحاجه حاسمه. الاستاذ اكرم يعني تطرق بصراحه الى اكثر من نقطه يعني مهمه جدا ان احنا نعرف اراء حضراتكم فيها. طيب اللقاحات التي تم اكتشافها زمان وعالجه الجدري وعالجه او بتعالج دلوقتي الانفلونزا الموسمية نسبة النجاح بتاعها ودرجة الفعالية بتاعتها مقارنة بما يعلن الآن من نسب فعالية للقاحات دي حضرتك شايفها ازاي يا دكتور اسلام؟ لو اتكلمنا على اللقاحات الموجودة في جدولة التطعيمات الأساسية اللي احنا بنديها لولادنا مثلا دي تطعيمات دائمة يعني الخلايا المسؤولة عن المناعة في الجسم والتي سيل بالذات تقدر تحتفظ بالصورة بتاعة الفيروس مدة طويلة هي مدة عمر الشخص نفسه. في فيروسات بتتحور لقاحاتها قصيره المدى ده زي لقاح الانفلونزا زي ما تفضلت كده. لقاح الانفلونزا مثلا نسبه نجاحه قد ايه؟ من 30-60% فقط. ده لقاح الانفلونزا بتاخد طبعا كل موسم وكل موسم بيبقى فيه لقاح جديد لان بيبقى فيه فصيله جديده من الانفلونزا. المشكله في فيروس كورونا ان هو غالبا هيبقى اقرب للانفلونزا عنه للفيروسات القديمه اللي موجوده وهو عموما بالتالي يبقى في لقاح جديد غالبا. يعني هو معظم الشركات قالوا انه غالبا انا اللي اضمنه هو 3 شهور مناعه بس ما اضمنش انها تستمر اكتر من كده. لذلك زي ما دكتور محمد تفضل كده ده اللي بناء عليه خدوا الموافقه. المشكله كلها ان فيروس كورونا لما بصوا في التسلسل الجيني بتاعه هو ما ينتميش قوي 100% يعني للعيله بتاعت كورونا. هو في جزء منه لانفلونزا ايه فهو ميكس ما بين انفلونزا ايه وكورونا فاميلي بس هو اقرب لكورونا فاميلي فبقى ضمن كورونا فاميلي فده اللي هيخليه غالبا مستمر. احنا كنا متعودين من كورونا فاميلي ان هي بتيجي موجه واحده وتختفي سارس يجي موجه تختفي او موجات خفيفه ميرس نفس ميرس لسه بيجي موجات بس موجات خفيفه للغايه كل سنه. فالتغير اللي موجود في الشكل الجيني هو اللي هيخلينا غالبا هنروح للقاح بيتاخد كل موسم غالبا اتمنى كل سنه ما يبقاش كل مثلا 3 شهور اتمنى ذلك بالظبط طيب. الانتاج يعني وناس ثانيه يا دكتور محمد بتتكلم عن الاثار الجانبيه يعني في ناس بتقول لك انه يعني انا ما اعرفش ده لقاح جديد انا ما اعرفش الاثار الجانبيه يعني التطمينات والتاكيدات التي تقال الان على ألسنة الاطباء والمسؤولين الى اي مدى هتكون صحيحه يعني المستقبل. هو دايما يعني في نقطتين زي ما انا قلت ان اثناء التجارب الكلينيكيه في رصد دقيق جدا لاي اثر جانبي. اي بس التجربه دي قد ايه يعني ما هي يعني هي الفكره في كده ان انت بتحطها برضو يعني ريفرنس ومرجع ليك في اثناء الموافقات والحاجات دي كلها. لما تيجي تشوف تحلل الاثار الجانبيه اللي هي اللي حصلت حسب ما نشر بالنسبه للانترم اناليسيس او اللي هي النتائج الاوليه هتلاقي ان بناخدها بنسب مئويه يعني اقل من 10% اقل من 1% وهكذا. الحادث بالنسبه لما اعلن بالنسبه للفيروسات اللقاحات ان هي فعلا اثار بسيطه جدا جدا ولم يحدث اثار متوسطه او شديده. ويمكن لو في الحالات اللي اعلن عنها وكان يعني اوقفه بالنسبه لأسترازينيكا مثلا لما حصلت وفاه طلعت اللي هي حاجه انريليتد وقفوا الدراسه سبع اسابيع يعني فعلا عد يعني وقت كبير جدا. بالنسبه للقاح فايزر ما اعلن ان في نسبه وفيات طلعت ان هي انريليتد يعني 6 وفيات من 38,000 واحد و6 وفيات 4 خدوا البلاسيبو اللي هو العلاج او اللقاح الوهمي واثنين اللي خدوا اللقاح الفعلي كان الوفاه انريليتد مش متعلقه. خلينا نقول ان ما نشر الان ويمكن الاستاذ نادر قال فعلا نقطه في غايه الاهميه ان فعلا اللقاح بيتاخد يعني دلوقتي حوالي 1,000,000 صيني خدوا كلقاح صيني على سبيل المثال يعني في الامارات بقالنا اكتر من 2 شهر دلوقتي اوريدي في السوق. فهنا لو في حاجه يعني في امان علمي احنا كاطباء اي رصد لاي اثر جانبي لابد ان يبلغ. ويمكن في البروتوكول بالنسبه للقاحات المصري هيبقى كل واحد قبل ما يطعم هيدوله كل ما نشر وكل ما
ذكر في الدراسات الكلينيكيه والريال لايف الموجود حقيقي. والشخص هيبقى حتى النقطه الاساسيه مش هيبقى اوبليجاتوري، هيبقى اختياري. ممكن الواحد يقول لا انا ممكن الطعم، واحد تاني يرفض. فاذا انا عايز اقول زائد ان رصد الاثار الجانبيه سيتم تبليغه للفارماكو فيجيلانس اللي هي اداره اليقظه الدوائيه، اللي هي على اطلاع دائم وبكل ما نشر في العالم كاثار جانبيه على لقاح معين. طب يعني قبل ما انتقل الى الاستاذ اكرم، برضو هي نقطه طبيه، يعني الان ما فيش ضمانات على انه اللي اخذ اللقاح ده ما يرجعلوش كورونا مره تانية بعد فتره. يعني شوف حضرتك، احنا دلول لغايه دلوقتي ها الموضوع يعني نديها يعني المثل القريب، الناس اللي جالهم كورونا وخلاص في الاول اعتقدنا ان مش هيصاب تاني، خلاص مش هيصاب تاني. لا ده حصل تاني وحصل فيه تالت كمان. فاذا الموضوع خلينا نشوف الوضع، هو مساله الرصد. لكن حسب النتائج المعلنه ان ما فيش حد من بدايات التجارب اللي هو فيس 1 او الحاجات دي كلها ان واحد جاله اصيب. يعني في ناس اصاب، يعني مثلا اللقاح الصيني الفعاليه 86%. طب 14% ده يعني ما جالهم الكورونا، بس ما جالهمش بالشكل المتوسط والحاد. عشان كده قلنا الدرجه بتاعته 100% لم يحدث اللي انا دخلت اللي الاصابات المتوسطه والحاده، ودي الشيء يعني الظريف. اصابات خفيفه يعني بالظبط. فهي دي حاجات يعني بنقول مباشره، ولكن خلينا نقول احنا بندرس في مصداقيه اي رصد لاي حاله بتم تبليغ على مستوى العالم. فالموضوع يعني بنقول نامل ان شاء الله بيمشي بالطريق السلس اللي احنا يعني بنامل ان هو طيب ياخد الاجراء بتاعه. خلونا نروح للسوشيال ميديا، واحنا طرحنا سؤال على صفحتنا على السوشيال ميديا، ايه اللي خليك تثق في لقاح كورونا؟ نشوف بعض الاجابات. ما شاء الله على الثقه الموجوده اصلا. سوزي صبري بتقول، محمود أيمن بيقول إنه يتم تجربته على 100 شخص لا يعاني من الأمراض المزمنة، وإذا حقق نجاح بنسبة 95% أثق فيه. سوما الشرنوبي بتقول كفاية إن رئيسنا موافق عليه، أثق في رئيسي. محمود المنصوري بيقول أول اللي هياخد التطعيم هم المعترضين، سيبوها على الله علشان ربنا يكرمنا ونعدي من المصيبة دي، إن شاء الله يكون التطعيم ده فيه الشفاء. ميخائيل فرج بيقول أنا واثق جدا في بلدي، وأكيد اللي هتجيبه بلدي نتعالج بيه هيكون ممتاز وفعال. فاطمة فيصل بتقول ما عندي ثقة فيه ومش راح أخده، شو عرفك شو حاطين فيه؟ أحمد المصري بيقول أنا شخصيا مش واثق في أي لقاح، لأنه لم يختبر الفترة الكافية المقررة عالميا 72 شهر، لكن أبو 6 شهور ده ممكن يبقى ليه أثار جانبية وإحنا مش ناقصين. أخيرا مي محمد بتقول نثق في لقاح أخذ سنين من التجارب لإثبات الفعالية والأمان، إنما اللقاح يطلع في 6 شهور ده إيك يا أستاذ أكرم. والله دي آراء منوعة وبتكشف تنوع الواسع، وهو أهم حاجة بالفعل إنه إحنا الكورونا جاي في وقت انفجار معلوماتي، يعني كل الناس على الهوى. العلماء كانوا في الأول بيشتغلوا في معاملهم بس، بعض آراءهم النهاردة بتطلع. احنا كنا بنحضر بنستنى التقرير اليومي بتاع الدكتور فاوتشي ده كل ليلة. بالظبط. لكن النهاردة بقى فيه انفتاح، والحقيقه انه السوشيال ميديا تنقل اخبار كورونا ولا تنقل الوعي، يعني التوعيه عبر العالم كله الناس مرتبكه. لكن هو الميزه يمكن في مصر وفي دول كثيره الحقيقه هو الاستسلام لاراء العلماء والاطباء. يعني في النهايه دكتور محمد قال انه في تواصل في العالم، فاي نتيجه بتظهر بتبدا تتسجل، طبيعي انه الاستعجال عامل قلق. يعني طبيعي انه حد، وده مش موجود عندنا بس، يعني دايما احنا ميزه هذا العصر عصر المعلومات. هو في عيوب كثيره، لكن انت شايف العالم كله بيفكر زيك، فالتنوع ده يعني في ناس مظاهرات في امريكا وفي فرنسا، حتى الاغلاق نفسه في ناس بتطلع ضده. ارض اوروبا كلها بتقفل. فكره انه يبقى موجود، يمكن بعض الناس بيقولوا اللقاح التقليدي ده
في النهاية عيوبه كذا يعني مفهومة، لكن اللقاح اللي هو فيه جينات أو كذا ممكن يبقى فيه خوف، ودي في تقارير حتى علمية يعني صحيح. ناس قايلين ده. ففكرة التنوع ده والانفتاح يمكن أنه كمان موضوع اللقاح والناس تاخد أنه يبقى موسمي، ده بيغري شوية الشركات أنها تشتغل، عارفة أنها هتقعد 10-15 موسم كل سنة فتقدر تنفق، لأنه احنا فاكرين أنه سارس و H1N1 ما طلعت لقاحات وصرفوا عليها، وسارس نفسه طلع عنده واختفى مشاكل كمان يعني اثار جانبيه كان بيجيب النوم في الاول وبداوا يعالجوا ده. النوم مش مشكله يا استاذ اكرم، يعني مرض النوم بس هينيم بيعني. فطبعا النوم الطويل اختفت بعد يعني انفاق ابحاث ضخمه، فبعض الشركات كانت خايفه عشان كده خدوا اموال يعني من الحكومات خدوا اموال كتيره. طيب والشركات أنا عايز أسأل كتيره سؤال. عملوا ده. عايز اسالك سؤال، هو يعني وفيات كورونا وصلت قد ايه دلوقتي؟ مليون عدت لا عدت المليون مليون ونص. و500 يعني عدت ده داخل في مليون و600. طيب ده في الفتره من كام لكام، من امتى لامتى، في خلال السنه من من فبراير تقريبا سنه الا ايام سنه الا يعني. طيب في خلال هذه الفتره عدد الوفيات جراء الانفلونزا الموسميه قد ايه؟ شوف هو الارقام المرصوده قبل كده كانت من 600-800 ألف اللي هم الانفلونزا الموسميه عبر العالم. الامر الثاني هو في ابريل اللي فات حسبوا نسبه الوفيات في بعض الدول بما فيها مصر كانت تقريبا نفس النسبه عن السنه اللي فاتت، فده برضو يعني دي اسئله مهمه جدا مطروحه في النظريات. لا يعني ما هو يعني الاسئله دي بتطرح يعني وقالوا مش الناس اللي كانت بتموت قبل كده راحوا فين يعني، هل كل يعني الناس كوفيد 19 هل الناس دي بتموت فين؟ لا غير ده يعني ليه الناس يعني او الاعلام الغربي الدولي دكتور اسلام مركز قوي على نسبه الوفيات في كوفيد 19، ما حدش بيتكلم عن الوفيات بتاعه الانفلونزا الموسميه رغم انه الارقام بتاعه الانفلونزا الموسميه مش قليله يعني في العالم. تقريبا نص ارقام كوفيد ماتوا من الانفلونزا الموسميه كل عام، ولو بصينا حتى على الناس اللي بتموت جراء جسمهم بيبقى مضاد للمضادات الحيويه مثلا بنتكلم في 800 ألف كل سنه مثلا. بس دي مش جائحه يعني دي حاجه موجوده ومعلنه. الفكره كلها في ايه سبب الخوف واعلان حاجه جائحه، ان هي فكره ان انا ما اقدرش اسيطر عليه. يعني هو الانفلونزا حتى لو في عدد وفيات عندي طرق للسيطره او معروف اولها من اخرها. المشكله كلها لما بيكون في عندي مرض يستوفي شروط الجائحه ان انا مش عارف اسيطر على حدوده الجغرافيه، ومش عارف اديفاين اعرف اعرف الفيروس او المرض نفسه بينتشر ازاي وممكن يقف ازاي، فهو للاسف انتشاره سريع حتى لو كانت وفياته هي كنسبه مثلا اقل من سارس، لكن كثره انتشاره بتخلي فيه وفيات. وفكره ان هو بيهجم على فئه معينه من السكان ده سبب الخطوره بتاعته، لان هو اكتر واغلبيه الوفيات فوق 60 سنه واصحاب الامراض المزمنه بالذات امراض القلب والضغط والسكر. بس في الفتره الاخيره حتى على الصعيد الشخصي يعني شباب. شايفين شباب يعني بدا كويس. هو نسبه الشباب بتاعت تعلى بس يظل رقم واحد في الوفيات أصحاب أمراض القلب والضغط فوق 60 سنة. فبالتالي فكرة عدم السيطرة هي اللي مخوفة الناس. أنا شايف إن هي واخدة حجمها، يعني وكان في فترة من الفترات كانت واخدة أكبر بكتير من حجمها، دلوقتي رجعت متهيألي أحسن شوية لحجمها الصحيح. ما نقللش من خطورة الفيروس، أنا برضو خايف من العكس، الناس ابتدت إلى حد ما تقلل من خطورة الفيروس. احنا على فكره زي ارقام بتاعه النهارده في الموجه الاولى كنا قافلين لوك داون تماما بالليل، كان في حظر تجول، كنا قاعدين كلنا خايفين بنتفرج على التلفزيون يا ترى ايه اللي هيحصل النهارده. صحيح. دلوقتي بقينا متعودين بقى الناس ما عندهاش قلق قوي. وفي طبعا يعني تراخي جدا في في تراخي مع ان عدد الاصابات اليوميه طبعا غير المسجله، احنا عارفين طبعا في اصابات مسجله وقصادها في غير مسجل. غالبا هتطلع اكتر بكتير، احنا في دراساتنا حاليا بقينا بنضرب في فاكتور اكتر ما كنا بنضرب في الموجه الاولى. فالحمد لله طبعا الوفيات والاصابات الحاده اقل، لان ده طبعا لا معيار اكتر للمنظومه الصحيه من الفيروس طبعا، لكن يظل الانتشار بتاعه كبير. فده سريعا فكره ليه العالم متخوف، لان احنا مش عارفين لغايه دلوقتي نسيطر عليه. وطبعا ده صحيح، لكن دكتور محمد حتى يعني المقوله اللي بتتردد دلوقتي لما بيقول لك اللقاح الفلاني ولا اللقاح العلاني الروسي ولا الصيني ولا الامريكي ولا الالماني، بيقول لك يعني افضل لقاح الان هو الكمامه.
يعني لانه الكمامه يعني بتقي حوالي 60% قالوا 60% يعني من نسبه ال لا هو في نقطه مهمه الكمامات باي ذا واي سريعا جدا لو شخص مصاب لابس كمامه والقدامه لابس كمامه احتماليه العدوى بتبقى اقل من 1.5% لو الاثنين مش لابسين احتماليه العدوى تبقى اكتر من 90% الفكره بس الاتاحه لو واحد بس لابس لو واحد بقى بتختلف يعني لو المصاب اللابس احتماليه العدوى بتبقى اقل من 30% لو المصاب مش لابس والتاني هو اللابس اللي هو السليم احتماليه العدوى فوق 70% فاذا اللبس لا عفوا الاخيره ايه يعني لو المصاب مش لابس كمامة والسليم لابس الكمامة احتمالية العدوى تبقى 70% 70% رغم ان انا لابس الكمامة واللي قدامي بس هو اللي هو المصاب ده بنشوف اكتر انا عايز اقول باي ذا واي كده ان اتاحة اللقاحات هتاخد وقت هتاخد ايه وقت فاذا في الوقت ده ممكن جدا احنا كل تخوفنا في العالم كله الشتاء والفيروسات الجهاز التنفسي بتبقى اعلى كتير جدا في الشتاء فهنا مهم جدا مساله الاجراءات الاحترازيه واجراءات احترازيه يا استاذ عمرو بالطريقه السليمه مش ان انا اقول كمامه البس كمامه بطريقه خطا نوعيه الكمامه غير مطابقه للمواصفات تحت بير السلم فهنا في دور هام جدا لوزاره الصحه للمحليات الحاجات دي كلها اللي احنا بنشوف دلوقتي فعلا السلبيات حتى في الشارع ان بتباع غير مطابقه للمواصفات فدي نقطه مهمه جدا جدا التباعد المكاني مهم جدا جدا توفر المطهرات وغسل الايدي بصفه مستمره ووجود غرفه عزل في جميع الهيئات والمدارس لان انا اشك في واحد انه عنده عازله حتى نهايه اليوم او انه يروح للاشراف الطبي المعايير دي كلها انها تطبق بحرفيه ويكون في اشراف من الجهه على التطبيق. طب مساله انك تلبس الكمامه في الشارع وانت ماشي ده يعني دي هل صحيحه هل مش صحيحه؟ لا هي صحيحه بس لو انا ببذل مجهود يعني راكب عجله موتوسيكل او اي حاجه من دي لا يشترط يعني ده تبع ال WHO وال CDC والحاجات دي كلها ان انا مع الاكسرسايز او في مجال الهواء او ماشي بسرعه دي اصلا انا بعيد تنفس ثاني اكسيد الكربون اللي انا بطلعه. لا هو الفكره في حاجه ان انت احتماليه العدوى من الاخرين طبعا هو ثبت ان هو عن طريق الرذاذ اما الرذاذ مباشر من المصاب او تلامس الاصح المشتركه لكن الايربورن اللي هو الهواء اللي هو الموجود اثبتت يعني لسه فيها كلام لسه فيها رغم ان حصل نفي والكلام ده بس لو حصل بس لو حصل ان في واحد مصاب وفضل انا موجود معاه قريب منه لحد ما فترة أكتر من ربع ساعة هنا في احتمالية شوية مسألة الإيريزولز واستخدام أن أنا في أي وسيلة في المستشفيات والحاجات كلها ممكن ألاقي في بقايا الفيروس بارتكلز في الهواء بتاع المكان في إيريزول طيب يعني زي ما يعني بدأنا مع الأستاذ أكرم نختم بالأستاذ أكرم يعني شايف القضية رايحة لفين؟ لا هو طبعا احنا مصير اللقاحات هيحكم حاجات كتيرة مصير النتائج النهائية وهل هيبقى موسمي ولا هينتهي ويختفي من العالم يعني التوقعات نفسها متضاربة نأمل انه العالم يخرج من هذه الجائحة والأزمة اكثر صحة لانه الحقيقة انه الاغلاق وشهور الاغلاق حتى الدكاترة النفسيين نفسهم قالوا انه تأثيرها كان صعب انه الاغلاق التام ده مش صح لانه بيؤدي لمشاكل نفسيه وصراعات وغيره فاظن انه احنا بنراهن على العلم ونتمنى انه كمان الجهات الطبيه او الجهات الطبيه الخاصه تلتزم ايضا بفكره المعايير الانسانيه يعني بمعنى انه عدم الاستغلال اذا في ادويه في صيدليات يوفروها ويتيحوها لانه احيانا بيحصل نقص لانه العزل في البيوت والبروتوكول العلاجي السريع بيخفف من تأثيرات ده فكل اللي احنا بنتكلمه زي الدكاترة ما بيقولوا انه خلاص هو احنا الكمامة وعلى رأي يعني كان في نقطة يقولك انه الحل ان انت تتلقح في البيت يعني اذا ما وركش مصلحة فيعني افضل لقاح ان انت انا عايز بس طب انتهز الفرصة دكاترة يعني قولولنا يعني ايه الحاجات اللي ممكن الواحد يتناولها في البيت من اجل ربما الوقاية يعني ما اعرفش اذا كان السؤال صحيح ولا لا يعني لا هو طبعا هو يعني اعتماد طبعا الدكتور اسلام ان شاء الله برضو هي مساله الحفاظ على جهاز المناعه
يعني هو لب الموضوع جهاز المناعه. جهاز المناعه طبعا، وجهاز المناعه معلش انا بسميها افتكاسات الفيس والواتس والحاجات دي. لا مش ان انا اشتري، لا انا موجود في معايير معينه، تغذيه اللي هي سليمه المثاليه لكل واحد، سلطات وفاكهه مضادات الاكسده، فيتامين سي بشكل طبيعي الفريش بتاعه، الحفاظ على الحاله المزاجيه مهمه جدا جدا، النوم الطويل اللي هو الليلي ده مهم جدا، ممارسه الرياضه، عدم يعني اخذ حاجات تؤثر سلبا على جهاز المناعه زي التدخين، زي الكحوليات، زي الادويه المسكرات. طب الناس اللي هي بتحرص كل يوم مثلا فيتامين سي، زنك، وفيتامين دي الثلاثه دول يعني تمام. هو على فكره في ناس معانا هنا بيحرصوا على الموضوع ده كل يوم. هو الاهم من الادويه هو ان انا اوصل لمناعه متوازنه، وانا بحب كلمه متوازنه لانها كلمه ازود المناعه اصلا. هو كوفيد اصلا تزويد المناعه هو سبب الوفيات غالبا. فالمناعه المتوازنه مين لي اهم حاجه فيها زي ما تفضل دكتور محمد، ان انا ابقى بنام كويس، بلعب رياضه، بعيد عن التدخين. هي حاجه فيها حاجه صعبه شويه، ابعد عن التوتر، دي صعبه شويه يعني ما اعرفش هنعملها ازاي بس يعني نحاول. والحاجه الاخيره لو انا محتاج اخد حاجه من بره الجسم ابتدي اعمل كده، بس هي الجمله دي مهمه. لو انا محتاج، انا لو بعمل كل الاحتياطات دي وصحتي كويسه غالبا هبقى مش محتاج غير ان انا ممكن اخد مالتي فيتامين، وبرده بعد مراجعه طبيب، لان برده حتى الفيتامينات محتاجه ان انا ابقى مراجع اعرف جسمي محتاج ايه، محتاج ايه فيها. مش اي دواء. احنا للاسف شفنا ابيوز او يعني استهلاك زائد عن الحد الفتره اللي فاتت كميه فيتامينات وزنك، والناس كانت تاخد اوقات دوز اعلى. اتمنى ده ما يحصلش، ونتمنى السلامه للجميع. للجميع. شكرا جزيلا ضيوفي الاعزاء دكتور اسلام معنان، دكتور محمد عز العرب، والاستاذ اكرم القصاص. شكرا جزيلا. بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام. نشوفكم بكره باذن الله. تصبحوا على خير.